مرحبا برج الأسد، هذه قراءتك العامة. راح نلقي فيها نظرة عامة على وضعك المالي. عندنا أيضا الصعيد الصحي العاطفي، وأي أخبار أنت متوقع أو تنتظرها في المستقبل. برج الأسد، طاقتك جدا جميلة من ناحية المادة. أرى أنك مقبل على تحقيق أشياء في حياتك عمرك ما حققتها في السابق. يعني الفترة القادمة إذا بينك وبين نفسك قررت أنك تنجز أي شيء لنفسك على صعيد التجارة، المشاريع، الوظيفة، تفتح لك بزنس، راح تلاقي نجاح باهر، قبول، سرعة في تحقيق الاستقرار المادي لنفسك راح تكون موجودة. هاي الطاقة موجودة عندك، ولكن في نفس الوقت عندك مثل التخوف أو التشاؤم من ناحية الحب. تحس أن دائما أنت ماديا الأمور سهلة بالنسبة لك أكثر بكثير من أمور الحب والعاطفة، وأن تكون سعيد مع الشخص اللي تختاره. دائما أنت حس كذا نظرتك بخصوص الموضوع. أنت كأنك بينك وبين نفسك تقول أنا إنسان جدا سهل بالنسبة لي، أحصل على أي أموال أريدها، أي وظيفة أختارها، جدا سهل. ولكن في الحب تحس نفسك غير محظوظ، دائما أنت قاعد تندب حظك. عندنا أربعة الأكواب، وهي طاقة أن أنت مو قاعد تنظر إلى الأكواب الموجودة عندك أو تعرض أمامك. يعني معناته الحب موجود في حياتك، في أناس أو أشخاص معينين يطرقون بابك، يحاولون يوصلون لقلبك. ولكن أنت يا برج الأسد، وهذه كانت قراءة جدا مكررة عندك من أسابيع هاي الطاقة، دائما تخبرني أن أنت ملكة الأكواب. أنت تقول لي أن عندك استقرار مادي أو تستطيع الحصول عليه بسهولة، وهذا بالنسبة لك كافي. لا تريد، عندك تشاؤم يعني من الحب، لا تريد أن يدخل شخص لحياتك يأخذ منك أكثر ما يعطيك أو يكلفك هذا الاستقرار المادي. لأن أشوفك من فترة أنت اللي كنت تتعب على نفسك عشان تحقق هذا الاستقرار. ست الخماسيات، طاقة الرخاء المادي والراحة، إنسان مرتاح في حياته، عندك مشروع، بزنس، تجارة، وظيفة، راح تكون ناجح. ولكن نجاحك هو بسبب جهدك وتعبك أنت، عرقك أنت يعني يا برج الأسد. فعشان كذي ما حد يقدر يلومك لما أنت تحس أن هذا النجاح أنت تستحقه من فترة طويلة. ولا تريد الحب، يعني غير ما أشوفك جدا تنتظر الحب، دائما تخاف أن الحب أو الشريك اللي راح يدخل في حياتك راح يكلفك الأشياء اللي أنت أنجزها من أجل نفسك، راح يكلفك راحتك. عندك ملكة الأكواب، الملكة السعيدة المرتاحة، فأنت تحس أن أي عرض حاليا أو العروض الموجودة حاليا، الأشخاص اللي يأتون يعرضون عليك حبهم وعلاقة وارتباط، تحس أنه راح يكلفك راحتك. أرى أنك، وطبعا برج الأسد مستقل بطبعه ويعرف جدا نفسه، متواصل مع نفسك، تعرف ما الذي تريده، تريد أن تكمل نجاحاتك. عندك كارت الشمس، فبشكل عام أنت كأنك تقول أنا مرتاح في هذا الوضع، ووضعي عاجبني، كل شيء موجود في حياتي أنا استحقيته وتعبت من أجله. فأي شخص يريد أن يدخل حياتي عليه أن يجلب شيئا إلى الطاولة، عليه أن يضيف لي لا يأخذ مني. لأنك كأنك تقول أنا تعبت فترة طويلة عشان أوصل لهذا المستوى من الاستقرار. مو شرط تكون يعني ملكت كل الأموال اللي أنت تحلم فيها، ولكن وصلت مرحلة تعرف نفسك، متسامح مع نفسك، وتعرف أيضا مصادر قوتك الداخلية. ملكة الأكواب هي ليست كملكة السيوف، يعني ملكة السيوف دائما تحس أنها محتاجة أن تبرهن مثلا وجهة نظرها. ملكة الأكواب مرتاحة مع نفسها أكثر، تعرف، وصلت مرحلة هي تعرف ما الذي تريده، ما الذي راح يكلفها، شنو هي راح تتقبل، شنو ما راح تتقبل، تعرف أيضا ما الذي يسعدها، وراح تعمل اللي يسعدها.
فأراك يا برج الأسد متجه نحو سعادتك الشخصية. عند كرتك موجود تحت ملكة الأكواب، كرت الشمس، وهي طاقة برج الأسد. وجودها فوق تحت ملكة الأكواب يخبرني أن أنت على حق، وأنت في مصدر طاقتك هذه الفترة، وفعلا المفروض الأمور تمشي بهذه الطريقة. يعني أنت صح، لا تفكر أنك قاعد تخسر شيء على الصعيد العاطفي لأنك غير منفتح مثلا للحب أبدا. منطقك صحيح، منطقك موزون، ولك الحق فيه. وأرى أنك أيضا من ست الخماسيات إلى الشمس، وهنا قلت لك وضعك المالي. حتى لو أنت حاليا ما قاعد تسعى لشيء معين، شهر أبريل حيكون جدا ممتاز أن تسعى بخطوات صغيرة لأي شيء أنت تريد أن تحققه من أجل نفسك، أي شيء، خصوصا على الصعيد المالي، في الحياة العملية، أي وظيفة، أي اقتراح تقوله راح يكون نجاح ورا نجاح، مثل الأبواب اللي تفتح أمامك، باب ورا باب، وتفتح بسهولة. فتوجه إلى هاي مثل البوابة، الشمس قاعدة أشوفها مثل البوابة اللي راح تفتح أمامك خلال هذا الشهر، تستطيع أن تأخذ منه كل ما تريد، مثل الحصاد، خذ كل ما تستطيع أن تحمله. استغل هاي الفترة لأن هي مكتوبة لك أيضا، مكتوبة ومقدرة أن تكون فترة راحة مادية لك، رخاء، أن تكون في وضع ما عندك هموم، لا تحاتي مصاريف، لا تحاتي ديون، وحتى لو كان عندك مصاريف وديون فهاي الوضع راح يساعدك أن أنت تأديها، وأيضا تكون مرتاح ماديا، أيضا دخلك يزيد في نفس الوقت، تؤدي ديونك وأيضا دخلك يزيد، هاي اللي قاعدة أشوفه. فلا تتشائم، الشيء الوحيد اللي ممكن يمنعك من تحقيق هاي الطاقة اللي عندك الجميلة هو شوي تشاؤمك، سواء بشكل عام في الحياة أو من طرف الحبيب، أو لا تتشائم، كرتك موجود في وسط القراءة. على الصعيد الصحي عندنا كرت الساحر، وعندنا الإمبراطور، وهي طاقة، هي طاقة أيضا نارية، طاقة برج الحمل. أرى أنك محتاج إلى شوية تغييرات بسيطة. يعني أنت وضعك الصحي جدا ممتاز، قوي مثل الإمبراطور، ولكن محتاج إلى تغييرات بسيطة مع الأموال اللي راح تستطيع أن تجنيها خلال هاي الشهر. التاريو يخبرك أن لا تكون قاسيا على نفسك، ممكن أنت بعض الأحيان تنسى نفسك، تهمل نفسك بسبب كثرة الأمور اللي تدور حولك، كثرة النجاحات تأخذك في مثل الدوامة، لا تستطيع أن تأخذ مثلا نص ساعة ترتاح فيها أو تعتني بنفسك، أو مثلا تريح جسدك، تتأمل، تعمل مساج، تغنج نفسك. يعني على الصعيد الصحي بالعكس، صحتك على أفضل ما يرام، ولكن انتبه لراحتك الجسدية أكثر، ما عندك أي أمراض، وراح إن شاء الله تستطيع أن تنجز كل ما تريده. أيضا على الصعيد الجسماني، إذا كنت تفكر في رجيم، تفكر في أن تخسر دهون معينة من منطقة معينة، راح تستطيع أنك تعملها، ولكن لا تكون قاسي على جسدك في هاي الفترة. كل اللي تريد أن تحققه تستطيع، لديك كرت الساحر، فاحتمال أرى أن لديك أشياء معينة بخصوص جسدك تريد أن تغيرها، تضبطها، تطورها، تحسنها، فرح تستطيع أن تعمل هذا الشيء. ولكن مجرد تحذير بسيط أنك تنتبه على حالك، تكون جدا حنون مع نفسك، عكس الإمبراطور ملكة الأكواب، كن حنون مع نفسك، حتى وإن كنت قاسي مع الشريك أو الحبيب أو عروض الحب والزواج، مع نفسك كن حنون.
كن ملكة الأكواب، راعي نفسك، لأن أنت تستحق ليس فقط الراحة المادية، أنت أيضا تستحق أنك في هذه الفترة ترتاح فعلا جسديا وفكريا نفسيا وأيضا عاطفيا. مو شرط الكوب الذي يأتيك هو كوب الحب أو كوب الارتباط عشان أنت تكون سعيد، هذا المبدأ خطأ. ممكن أنت تكون سعيد بدون وجود أي شخص ثاني في حياتك، ممكن وجود أشخاص معينين في حياتك أصلا ما يخدمك، أصلا يرجعك إلى الوراء. فلما أنت فعلا تدرك هذا الشيء تتجه نحو فقط ما يخدمك ويفيدك ولا يضرك بأي شكل من الأشكال، هاي الكرت تحس فيه شوي طاقة سحب إلى الوراء، يمكن أشياء تتعلق بالماضي عندك. دائما كل خطوة تاخذها خطوتين تحس أنك قاعد تنسحب مثل المغناطيس إلى الوراء. فكون في قوتك، كن في عنصرك هذا الشهر، وكن أنت قوي من أجل نفسك. أيضا الشمس مصدر قوة، مصدر إعادة القوة الجسدية للجسم. فاحتمال أنك تحس أنك شوي منهك بسبب كثرة المسؤوليات، خذ الوقت من أجل نفسك، راعي نفسك، وكن حنون على نفسك. لازم توصل في هذا الشهر إلى مرحلة الراحة مع النفس، يعني أنك ما تحس أنك محتاج لأي شخص ثاني عشان يكملك، عشان يكمل سعادتك، وهذا هو المفتاح. لأن عندما تكون سعيد بعدين أوتوماتيكلي أبواب الحياة العاطفية تنفتح أمامك. على الصعيد العاطفي عندنا الخماس الصغير أو Page of Pentacles، وعندنا Knight of Wands، فارس الأغصان. أرى أنك أنت، أن هاي طاقتك وهي الطاقة النارية، أرى أنك أنت على الصعيد العاطفي حاليا سريع الانسحاب وتأخذ قراراتك بسرعة من الشخص اللي موجود في حياتك أو راح يدخل في حياتك. أما أنك سريع الانسحاب سريع الدخول، في هني بينكم طاقة غير منسجمة غير متناغمة. واحد منكم سريع الانسحاب، يأتي بسرعة، يذهب بسرعة، يكون حار، يكون بارد، يقبل ومن ثم يدبر، غير ثابت في تصرفاته. يمكن أنت تكون أيضا كذلك، تريد الحب ولكنك متخوف، مثلا تريد الحب ولكنك متشائم أن أي حبيب أو أي شخص يدخل حياتك راح يسحب منك من طاقتك ومن ضوءك ومن سعادتك. يمكن أنت عندك هذا التخوف، يمكن الشريك، السيناريو راح يكون مختلف لكل شخص، ولكن بسبب هذا الشيء في عدم ثبات في العلاقة. لأن ما يقابل هذا الفارس، فارس الكازانوفا اللي دائما عنده مهمة جديدة يذهب إليها ولا يبقى في مكان معين فترة طويلة أصلا، تقابل Princess of Pentacles، الخماس الصغير. ففي هنا عدم استقرار وتثبيت جاد وقوي للعلاقة، وهي احتمال يسبب لك أنت أو الشريك نوع من أنواع الإحباط. الشخص اللي غير ثابت على رأيه، يعني أوقات أنه يحس أنه يريد الزواج والارتباط والحب، أوقات يقول لا 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 أنا وضعي أحسن كذا، أنا مرتاح، خلني في راحتي، أحسن ما يدخل شخص ما يستاهلني في حياتي ويعفز علي حياتي. ففي احتمال أيضا اللي أرى أن العلاقة جديدة، يعني لا تذهب إلى الماضي كثيرا، إما الشخص موجود حاليا في حياتك وإما سيدخل عما قريب، ولكن الأمور غير ثابتة حاليا، غير متزنة، لأن أثنينكم غير واثقين. أيضا الشخص الثاني تقابل طاقة عدم التأكد، يريد أن يعرض عليك شيء أو أنت تريد أن تعرض عليه شيء، ولكن في نفس الوقت ما في شيء ذا قيمة. احتمال أنت، أنا أحس أن أنت يا برج الأسد صاير
من الناحية العاطفية غير مقبل، ويقابل طاقة شخص يريد ولكن كأنما لا يستطيع، كأنما لا يملك الموارد، كأنما يعني مثل ما يقولون يده لا تصل إليك حتى وكانت رغبته فيك. احتمال أنك تتعامل مع برج ترابي في الحب، ثور، عذراء، جدي، أو شخص طاقته ترابية. هذا الشخص يريدك. إذا كنت أن تسأل عندك أي شكوك حيال رغبته فيك، أرى أن الرغبة جدا قوية لأن مقابلة كلها طاقة تراب، فالرغبة قوية وجذورها عميقة عند هذا الشخص، ولكن هو يحس أنه غير واثق بسبب وجوده الجديد الغير محدد في حياتك. احتمال أنه ما صار له فترة طويلة موجود في حياتك أو يعرفك، فهو غير واثق من شنو الخطوات الصحيحة اللي ياخذها عشان يصل إليك. هو عنده عدم ثقة، مش عارف يوصل لك مثلا، حتى وإن كان يعرف رقمك، ولكن مثلا اختيار الأسلوب، اختيار التوقيت، طريقة تعبيره عن رغباته، هو يحس إنه مش عارف. وحتى إن كان الآن موجود في حياتك وأنت تحس كأنك حس إنك ساعات بينك وبين نفسك تفكر، وتكون عندك أيضا رغبة عارمة، رغبة قوية لهذا الشخص، وأحيان ثانية احتمال إنه يتأخر أو ما يكون واضح معك بخصوص مشاعره. فأنت لا تتعب نفسك يا برج الأسد، أنت أشوفك تنسحب بسرعة، تذهب في الاتجاه الثاني وتركز على حياتك العملية أكثر. على طول توجه طاقتك واهتمامك من هذا الشخص إلى حياتك الخاصة ونجاحاتك. فلا أنت ثابت ولا هو ثابت، ولكن الرغبة موجودة عند الشخصين. أنا أحس يعني في تقابل في الرغبات جدا عجيب، هو يرغب فيك وأنت ترغب فيه، ولكن حاليا بالنسبة لي مجرد توقيت، توقيت لأن هذا الشخص جديد. ولكن مع الوقت، لأن عندنا 7 الخماسيات، الشخص اللي ينتظر أن تثمر زرعته يعني، أو تثمر بذوره. 7 الخماسيات يخبرنا هذا الكرت أن راح يصير هذا الشيء، ولكن راح يأخذ وقت، وقت بالعادة أكثر من المتوقع. الحل الوحيد دائماً، أفضل وأسهل حل لسبع الخماسيات، الشخص اللي مو عارف وين يروح بسبب النتائج اللي حصل عليها لحد الآن غير مرضية بالنسبة له، لا يعرف هل يبقى أم يرحل، يأخذ خماسيين في يده ويذهب إلى مكان ثاني، أم يبقى وينتظر ما زرعه، هذا مش عارف، أو أنت مش عارف أيضا، ممكن تكون أنت مش عارف بخصوص هاي الديناميكية اللي بينك وبين هذا الشخص، مش عارف تبقى تذهب، وهاي أيضا معكوس في طاقتك، وهو فارس الأغصان، الفارس اللي ما يبقى مو ثابت. فاحتمال طريقة واتجاه هاي العلاقة غير ثابتة، وهاي أيضا مسبب لك أنت عدم استقرار. ولكن بعد 7 الخماسيات يأتينا 8 الخماسيات، مرحلة فعلا العمل والاجتهاد نحو ما نحب، فهي مجرد مسألة توقيت إن شاء الله، لحد ما طاقتك وطاقة الشريك تنضج، تستطيعون أن تلتقون في المنتصف. لأن بعد هاي الكارت عندنا ملك الأرض أو ملك الخماسيات، أيضا طاقة ترابية. النضج اللي تبحث عنه في العلاقة قادم مثل ما أخبرتك، ولكن سوف يحتاج بعض الوقت، لأن إذا أتاك سيأتيك في المستوى اللي أنت تستحقه، مستوى الملك، مستوى اللي فعلا نضج، يعني بعد الصبر تحصد ما زرعت، لأن أنت عندك مستوى الملكة، فأنت محتاج إلى مستوى الملك.
ومستوى الملك موجود، يخبرك التارو أنه موجود هذا الشخص، ولكن سوف يحتاج بعض الوقت عشان هو يتأكد من خطواته باتجاهك، هو يثبت أصلا وجوده في حياتك. هو كأنه حاليا أحس أنه موجود عندك كأوبشن، خيار، أوقات تتجه له، أوقات قرر أنه ما راح تمشي معاه، أوقات متأكد من مشاعرك، أوقات غير متأكد. فردة فعلك أيضا باتجاه هذا الشخص تحدد وتغير مسار العلاقة، فرح يكون في نضج ورح يأتيك مع الوقت، مع الأيام رح يكون في تغيير شامل لك وله. أثنينكم رح تنضجون في الطاقة. عندما يحدث هذا النضج هو رح ترى أن الشريك اللي تستحقه وتستطيع تبني معه، لأن أنت دائما تنظر إلى الخماسيات، تريد الاستقرار وشخص يضيف إليك لا يأخذ منك، شخص ترى أنه يستحقك، فأنت بانتظار هذا الشخص. وهذا الشخص حاليا احتمال موجود في حياتك، ولكن لكي يتحول من الخماسي الصغير إلى مستوى ملك الخماسيات راح يأخذ بعض الوقت. والتر يخبرك أن لا تفقد الأمل. دائما سبع الخماسيات تعني لي أن ما تنتظره قادم، موجود وقادم، ولكن لكي يأتيك بأفضل شكل ممكن راح يأخذ شوية وقت. وراح أسحب لك آخر كرت يا برج الأسد تبع النصيحة الأخيرة أو ما يجب أن تعرفه. ما يجب أن يعرف برج الأسد شهر أبريل. كرتين. The Swan Queen. ثلاث كرتات. The Swan Queen. ملكة البجع. Patience. أول كلمة قرأتها كلمة الصبر، وهذا يتماشى مع سبع الخماسيات. الصبر من أجل أن يأتيك ما تستحقه في الوقت المناسب. Sacred Union. بالضبط. الاجتماع المقدس، يعني مثل كرت الزواج هذا. عشان تجتمع الحين في فاصل أو في مسافة بين الملك والملكة، من أجل أن يحدث الاجتماع قلت لك هو مكتوب وهو مقدر، ولكن يحتاج إلى بعض الوقت. وهذه طاقتك أنت يا برج الأسد، The Fire Prince، ملك أمير النار، تعني لي مثل كرت الشمس. خليك متفائل وخليك جدا عنيد. أيضا لدينا كرت الإمبراطور، خليك عنيد بشأن ما تريده في الحياة. إذا أنت فعلا تريد الحب والزواج والارتباط من هذا الشخص أو من غيره، أنت يجب عليك ألا تستسلم أو لا تفقد الإيمان بشأن ما تريد في حياتك. شكرا عزيزي برج الأسد.